السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي أنهى فريق المحرقة الدور الأول لمباراة المجموعة الرابعة متصدرا بعد أن حقق الفوز على فريق الجيش السوري بهدف دون رد ليحقق ممثل الكرة البحرينية في كأس الاتحاد الأسيوي على العلامة الكاملة يضمن تأهله للدور الستة عشر بنسبة كبيرة فيما حقق أهل الخليل الفلسطيني فوزه الأول على حساب فنجا العماني بهدفين مقابل هدف ليحصد أهل الخليل أول ثلاث نقاط بينما تدايل فنجا العماني المجموعة دون أي رصيد من النقاط